متابعينا ومشاهدينا من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حلقتنا من باموكالا، هاي الجبال البيضاء اللي كلنا نشوفها بالمنشورات وبالفيديوهات وبكل مكان. اليوم راح أخذكم جولة بيها، ويلا خلنا نبدأ جولتنا. باموك قلعة أو باموكالي أو باموكالا، واللي معناها قلعة القطن، لأن باللغة التركية باموك معناها قطن وكالا تعني قلعة. وسبب تسميتها بهذا الاسم اكو عدة اسباب، اولها ان المدينة مشهورة بمحصول القطن، وثاني سبب انه جبال الحجر الكلسي او الجيري اللي موجودة بهاي المنطقة من بعيد تبين كأنه تلال من القطن، واكو اسطورة تقول انه هاي التلال البيضة تكونت بسبب تيبس القطن. طبعا تقع منطقة باموكالا في محافظة دينيزلي جنوب غرب تركيا، وتشتهر جدا هاي المنطقة بمعدن الكلس والكربونات اللي خلفتها تدفق مياه الينابيع الحارة الموجودة بالمنطقة. بالزمن القديم قام الإغريق الرومان بناء مدينة في منطقة باموكالا سموها هيرابوليس، والتي تعني المدينة المقدسة. هذه هي آثار المدينة، موجودة بهالشكل هذا لأنه تعرضت الزلازل عدة تدمرت، وهذا الباقي منها. هذا اللي نشوفه أمامنا كان عبارة عن بوابة مدرسة ذاك الوقت، وهاي الأرض كان بيها عدة مباني، مباني كثيرة ما بقت إلا آثارها مثل ما قلت قبل شوية. هذا هو المسرح الروماني الباموكالا أو قلعة القطن. هذه المدرجات مثل ما نشوف، وهاي حلبة اللي كانوا يتصارعون بيها المحاربين، والحيوانات المفترسة يطلقوها من هاي الأبواب الصغيرة اللي مبينه. وهذا المسرح، هذيك البوابات اللي يطلعون منها المغنيين او الممثلين او الخطباء اللي يلقون كلمة، او الملك او الملكة اذا يلقون خطبة. وهذه هي المدرجات اللي تتسع حسبوها 50,000 شخص، وبالتالي قدروا يعرفون عدد سكان قلعة باموكالا، ضربوها في 10 فلقوا انه القلعة 50,000 نسمة كانت ساكنة بيها. هاي هي المدينة مثل ما نشوفها، وهاي من هناك ذيك هي الجبال الكلسية ومياه الينابيع الحارة، بس راح نروح عليها. بس الصعدة إلها متعبة جدا، يعني نهد حيلنا على ما صعدنا. هذا الطريق، هاي آثار المدينة. وهاي الناس اللي جايين سياحة لهالمنطقة. أنا قبل كنت بعتقد إنه بس هاي الجبال البيضاء الكلسية ومياه الينابيع بس طلعت لا، اكثر من شغله موجوده، وكل هذا من قلعه واحده. باموكالا او قلعه القطن كانت مقسومه الى قسمين. هاي اللي نشوفها الاثار اللي باقيه قدامنا، هاي يسموها اكرابوليس او المدينه العليا. هاي كانت للملك وحاشيته والوزراء وما الى ذلك، كانوا ساكنين هنا. هاي هي المدينه العليا او اكرابوليس. وليجا وراح ننزل راح نشوف النكروبوليس اللي هي
المدينة السفلى اللي كانوا يسكنوها العبيد والناس الفقراء. هاي هنا ظهر المسرح الروماني، ظهر لحد الآن عندهم تنقيب وهيك أمور، لأن ممنوع دخول أي شخص، وموجودين عمال ولازمين أدوات مال التنقيب. شفتهم هاي هناك تمثال الإله أبولو، وأخته أميثيس، بس همين ممنوع الدخول وحاطين هذا الحاجز، فما راح نقدر ندخل قريبين منهم. مثل ما قلت لكم للأسف ممنوع الدخول، ذاك هو الإله أبولو، بس قالوا إن أخته أميثيس يمه، وينها ما أدري. يا معود وين أختك؟ ما أكلها. طبعا أحد النشاطات اللي ممكن واحد يمارسها هنا هاي ركوب الباراشوت، همينه يركبوا من هناك وينزلون يم العيون الملحية اللي موجودة هنا. هذا البناء اللي نشوفه هو معبد، كان معبد أبولو، بس همين ممنوع الدخول إليه. مثل ما قلت لكم الظاهر عندهم تنقيب، لين شوفوا العمال بدأ يشتغلون. وهذا طريقنا هسه بالنزول الى نكرا، نكرابوليس، اللي هي الجزء من القلعة اللي كانوا ساكنين به العبيد والناس الفقراء. حتى ينزل الواحد هنا لازم يخلع الحذاء مثل ما مرسوم بهذيك اللوحة. ليش؟ أولا لأنه أرض زلقة اللي بسبب الكالسيوم هذا، هاي رقم واحد. رقم اثنين حتى لا يصير بها سواد، تبقى الأرض لونها أبيض مثل ما راح نشوف بالداخل. شوفوا هسه هاي صاير بها أسود، هناك لا بيضة. شوفوا هاي اللي ما مديوس عليها هناك، فراح نروح لهن وخلي نشوف. مثل ما تشوفون هذا هو المي، طبعا لونه مو صافي بسبب الكلس، لانه اصلا هذا المي من يطلع من الينابيع بكلس، فينصب هنا يصير بهذا اللون خابط، وطبعا بعدين بسبب الحرارة يتبخر المي ويبقى الكلس، فكل سنة يزيد مليمترين. وتتخيلوا اذا هالطبقات وهالجبال من الكلس كم مليون سنة صار لها. طبعا المي مو يعني ماكو ربع متر، مو اكثر يعني، مو عالي. ومن ينبع من الينبوع مالته درجة الحرارة تكون 78 درجة سليليزية، بس بسبب برودة الجو لان الحرارة تقريبا 22، فتتعادل درجة حرارة المي عفوا. بس انتبهوا على صفاء المي هنا، المي شلون صافي وازرق، شي رهيب صدق، حلو منظر ولا اروع. تبعد باموكالا عن انطاليا 3 ساعات باتجاه ازمير، يعني صايره بين ازمير وانطاليا 3 ساعات وربع بالضبط طولنا بالطريق، وتبعد عن اسطنبول تقريبا 5 ساعات ونص أو 6. هذا الجو صراحة شيء حلو يستاهل واحد يتعنى له تعب الطريق.
هاي المياه الكلسية يستخدموها لعلاج عديد من الأمراض، فلذلك تشوف هواية ناس يجون يسكنون هنا بباموكالا ويبقون تقريبا لمدة أسبوع كل يوم يجون يسبحون هنا، بس الأغلبية يجون كسياحة يسبحون ساعة ساعتين ويطلعون. طبعا هالشي أوكي مفيد للجلد بس ما يعتبر علاج للأمراض وبالذات الجلدية منها. طبعا باموكالا بالتركي تعني باموك القطن، كالا قلعة، فقلعة القطن سموها بهالتسمية بسبب انه هاي جبالها من بعيد تشبه القطن، او مرات تصير مثل غيوم على هيئة قطن اللي يشوفها من بعيد هاي الجبال. وبنفس الوقت قلعة باموكالا او قلعة القطن تشتهر بانتاج القطن ويصدروه لكل تركيا والجميع انحاء العالم، فلهذا السبب تسمت بهالتسمية. بس طبعا المياه هسه قليلة، تكون اكثر بالشتاء، تكون مساحات اكثر مغطيتها هالمياه. هذا مدخل المتحف، تماثيل من العهد الروماني مثل هذا، نيمف كارينج ووتر كاب، بس طبعا اكو تكسيرات فيه، هذا اللي باقي منه ذني. من العهد الروماني، ثيرد كوارتر بيريد. شنو جذبت نظري هاي اللوحة همينة، من القرن الثالث الميلادي، ميت بي جود أومن. همينة قصتها مكتوبة. Relief of gladiator fights Roman period. طبعا هذيك اللي صورناها قبل شوية مع المصارعين. هذا تمثال مال هاديريان اللي صورنا البوابة مالته بالفيديوهات السابقة مال أنطاليا. هاديريان هياته، بس هاي نصه هذا لان جسم الفوق ماكو، هاي بس رجليه ولحد الحوض. وعليكم السلام ورحمة الله. ستاتو اوف وومن، هيا وومن اللي هذا التمثال مالتها، شو راسها طاير؟ شو بدي الرؤوس؟ شنو عاد 100 تماثيل؟ هذا حلو ولو هو ممنوع اللمس. عمره فوق ال 1700 سنة، 1800 سنة. إيسيس إيسيس راهبة، سي هاي راهبة اسمها إيسيس. هذول هم بدون رؤوس، تماثيلهم كلها بدون رؤوس. هذا حلو اللي لزم تشفنا من ورا. أهرامات مكسور،
هذا قسم ثاني للآثار الصغيرة اللي لاقيها. صحون، أساور، ملاعق، بس ايش قد عمرها؟ مثل هاي الملعقة ايش مكتوب عليها؟ ميديكال تولز، عبالي ملاعق. هذا اللي شفناه هسه المتحف طبعا بزمنهم كان هو الحمام المركزي، بس هسه تم تحويله الى متحف. وصلنا إلى مسبح المياه الينابيع الحارة. طبعاً الدخول إليه مو من ضمن التذكرة، لا، الدخول إليه يكلف 100 ليرة تركي، تدفعها هنا هياتها 100 ليرة تركي. الشكل هذا هذا هو المسبح. هاي همينة نفس المياه تستخدم لعلاج الأمراض الجلدية وبعض الأمراض، يبقوا مداومين عليها أسبوع 10 أيام تختفي كل الأمراض الجلدية. مياه كبريتية وكيلس وبها عدة أمور. طبعا أنا بالصور من شفتها وباليوتيوب يعني الألوان ما كانت بهالشكل هذا هيك، بس الواقع هو هذا اللي تشوفه. تمثال هذا الديك اللي نشوفه أمامنا ليش حاطيه هنا بالضبط؟ لأنه محافظة دينيزلي بالذات مدينة باموكالا معروفة بأنه الديك اللي موجودة بيها الصياح مالتها يستمر لأكثر من دقيقة، وتقدرون تدخلون باليوتيوب على فيديوهات تكتبون بخصوص هالموضوع راح تشوفون قسم من الديك تستمر بالصياح دقيقة ونص لحد ما يغمى عليها. فمعروفة الديك بهاي المدينة بهذا الموضوع، لذلك حاطين هذا التمثال. ومن هذا المسبح القديم الروماني اللي من زمنهم انتهت حلقتنا اليوم، واتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، وابقوا وياي بحلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.